إكساء العظام بالعضلات. في الآيات القرآنية معلومات أخرى تشدنا، ألا وهي مراحل نمو الإنسان في رحم أمه. تخبرنا الآيات القرآنية أن العظام هي البادئة في التكوين، ثم تظهر العضلات بعد ذلك وتلتف حول العظام. يقول تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. العلم الذي يبحث في تطور الجنين في بطن الأم هو علم الأجنة، وكان علم الأجنة يعتقد حتى فترة قريبة أن العظام والعضلات تتكون وتنمو معا في وقت واحد. ولهذا السبب ولفترة طويلة من الزمن ادعى بعضهم أن هذه الآية تتعارض مع العلم، ولكن الأبحاث المجهرية المتطورة التي أمكن إجراؤها بفضل التطور التقني كشفت أن المذكور في الآيات القرآنية صحيح تماما. فأولا تتكون الأنسجة الغضروفية التي تتحول إلى عظام الجنين، ثم بعد ذلك تجتمع خلايا العضلات بتمييزها من بين الأنسجة المحيطة بالعظام وتحيط بهذه العظام. هذا الوضع يعرف في منشورة علمية تدعى الإنسان المتكون كما يلي: في الأسبوع السادس تظهر المرحلة العظمية الأولى في العظم الرغوي خلال تتمة التغضرف، وفي نهاية الأسبوع السابع تبدأ المراحل العظمية في العظام الطويلة. أثناء استمرار العظام في النمو تميز خلايا العضلات وتنشأ كتل العضل، وهكذا تتفرغ أنسجة العضل في فرق العضلات الأمامية والخلفية للعظم. وبالمختصر المفيد بأن مراحل نمو الإنسان في القرآن الكريم تنسجم انسجاما تاما مع الأبحاث في علم الأجنة الحديث.